عشان نضيف لوجو او ووتر مارك لاي صوره في طريقه سريعه وهي باستخدام الاكشنز، لان لو عندنا وليكن 100 او 500 صوره فاذا عشان نضيف ووتر مارك ل 500 صوره ده تايم كونسيومنج، فاذا في طريقه الاكشنز بحيث نضيف اللوجو او الووتر مارك لاي صوره. مبدئيا من قائمه الاكشنز في عندنا بعض الاكشنز الموجوده هكذا، ولكن ودينا فريم بلاي عندنا ان في اكشنز اضاف الودن فريم هكذا. ايضا دوت فايل ريفرت لو عندنا وليكن تكست هكذا، واخترنا ويندوز اكشنز الت اف 9 هنشوف عندنا الاكشنز الخاصه بالتكست افكتس وليكن كروم ده فوتو نشوف براش دي ميتال ده كده هذا نص. نلغي الافكت كنترول زد نضيف تكست وليكن ووتر او نشوف هذا الافكت طبعا لازم يكون في عندنا نص هكذا، فنضيف وليكن الويفي او الود ده كده التكست افكتس. احنا مش هنستخدم التكست ولكن ده كده كان للتوضيح. في عندنا ديفولت اكشنز وفي طبعا في اكشنز فور فري اونلاين هنشوف طبعا ازاي نحملهم في درس، لكن دلوقتي احنا بنشوف ازاي نضيف الووتر مارك. اول شيء هضيف هنا في الاكشنز في الديفولت هضيف لكم ووتر مارك تكست، ممكن نضيف هنا فانكشن كي شورت كات في الديفولت ثم ريكورد. اي شيء بكتبه دلوقتي هيظهر هيكون عباره عن هيتسجل. فاذا هكتب وليكن الصوره ديت from online او اكتب الاسر ديفيد ده الفوتوغرافر للصوره، والكالر هيكون باللون الوايت، والفونت هيكون فونت سكريبت يعني وليكن هكذا. الأوباستي 40 وهضيف هنا دروب شادو أكتر من اللازم، فنقول إن الدروب شادو هكذا. ونيجي للأكشنز ثم ستوب، أصبح عندنا ده كده ووتر مارك تكست. فلو ضغطنا بلاي فيضيف لي الووتر مارك هذه. ممكن إن نعمل اوبن لي أو نفتح صورة جديدة. أيضا هنا نستخدم الأكشنز كتجربة، فنضاف التكست ولكن ها هنا، فاحنا ممكن نعمل له سكيل هكذا. طيب بالنسبة للأكشنز للنص فنضيف أيضا ووتر مارك، لو عايزين نضيف لوجو ووتر مارك لوجو. هنبدأ بالريكورد، أول شيء نختار فايل بليس فايل بليس امبيدد واختار هنا الوايت سكيل
وليكن بنسبة 70% أو بنسبة 60، وفاستي 40، وهنضيف دروب شادو كالعادة بحيث الصورة تتماشى مع الوايت والبلاك، ونقول نحرك لوجوها هنا، ثم نضغط على الأكشن ستوب. ده كده بالنسبة لي إضافة الأكشن. طيب احنا عندنا هذه الصورة، هنشوف ازاي نضيف لها الأكشن. طبعا احنا لو وقفنا هنا كده عند أي خطوة وضغطنا بلاي، فإذا هيبدأ الأكشن من هنا من أول أوباستي، فاحنا لازم نقف أول الأكشن في اللوجو ثم بلاي. ضف لي اللوجو ها هنا، ممكن نحركه هنا. ده كده بالنسبة لي الووتر مارك. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وفي درس قادم إن شاء الله هنشوف الباتش بروسيسنج وإزاي نعدل على أكتر من صورة، إزاي مثلا نعمل كروب لـ100 صورة، إزاي نعمل ريسايز لـ200 صورة في أكشن واحد.